بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. يقولون ماذا بقي علينا الآن؟ أقول بقي طواف الوداع. إذا أراد الإنسان أن يسافر قبيل السفر يأتي إلى الحرم ويطوف بالبيت 7 أشواط. هل يكفي 5؟ هل يكفي 4؟ هل يكفي 3؟ نقول لا، أي طواف هو 7 أشواط، سواء كان ركنا كطواف الإفاضة أو واجبا كطواف الوداع أو مندوبا كأي طواف يطوف الإنسان 7 أشواط. يقول هل يلزم أن ألبس لباس الإحرام؟ نقول لا. يقول هل يلزم أن أذهب إلى التنعيم أو إلى أي مكان آخر؟ لا. تأتي من الفندق وتطوف 7 أشواط وينتهي ذلك. يقول إذا طفت بين المغرب والعشاء هل يحق لي أن أصلي العشاء في الحرم؟ نقول نعم، يجوز للإنسان بعد طواف الوداع أن يصلي فريضة أو نافلة، ويجوز له أن ينام تلك الليلة إذا تأخر السفر إلى الصباح، ويجوز له أن يتناول طعام الغداء أو طعام العشاء، ويجوز له أن يشتري ما شاء من الهدايا، وإنما قبيل السفر يدعو الله ويطوف طواف الوداع ويسأل الله القبول، ويسأل المولى أن يجعل الحج مبرورا والسعي مشكورا والعمل صالحا مقبولا. يقول السائل بأي شيء أعرف أن حجي قد قبل وأن الحج مبرور؟ نقول لذلك علامة واضحة من علامة قبول الحج أن يستمر الإنسان في الطاعة، وأن يداوم على ما يرضي الله، وأن ينيب إلى ربه، وأن يتقرب من خالقه، وأن لا يحيد عن الجادة ولا ينأى عن الطريق المستقيم. هذا دليل على القبول، وإذا لم يحصل نسأل الله السلامة فيكون الإنسان أدى الحج ثم رجع مع الحجاج وكأن شيئا من ذلك لم يكن، بقي على إهماله وعلى تفريطه وعلى كسله وعلى غفلته، فإنما ذهب رحلة عادية وعاد منها. فالحج يجعل الإنسان كيوم ولدته أمه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعليكم أيها الأحباب أن تكثروا من الدعاء وأن تتضرعوا إلى الله عل حجكم أن يكون مبرورا، وأن يكون سعيكم مشكورا، وأن يكون عملكم صالحا مقبولا. واسألوه الثبات على الخير والمداومة على الطاعة، وأن يحصل لكم ذلك مرات أخرى لتظفروا بالأجر وتحرزوا المغنم إن شاء الله. قراءتنا أيها الأحباب في كتاب الكافي، وقلنا إن المؤلف رحمه الله ألف 4 كتب لطلبة العلم. الكتاب الأول العمدة للطلبة المبتدئين، الثاني المقنع لمن قطع شوطا في طلب العلم، الثالث هو هذا وهو عدد من المجلدات وهو الكافي، والرابع هو المغني وهو في مجلدات عدة 15 مجلدا، وفيه ما يحتاجه الإنسان من الفقه. ونقرأ الآن قراءتنا في هذه الليلة المباركة عن العتق، وقراءتنا عن الولاء. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. ونقول الولاء الآن ليس موجود، وإنما ليعرف طالب العلم هذا الحكم وإن كان غير موجود، لأن الدولة وفقها الله أعتقت جميع الأرقاء وقالت من يدعي شخصا فيثبت ذلك ويأخذ ثمنه، والناس جميعا أحرار
ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الولاء. الميراث بالولاء. باب الميراث بالولاء. باب الميراث بالولاء. الميراث بالولاء يعني إذا إنسان اشترى رقيق على العهد السابق ثم أعتقه واتخذ هذا الرقيق مالا ولم يكن له أولاد أحرار ولم يكن له من يرثه، لمن يكون المال؟ يكون المال للمعتق. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. يعني مثلا قلنا جاء محمد واشترى رقيق وأعتقه واتخذ هذا الرقيق مالا ثم مات، لمن يكون المال؟ مال الرقيق يكون لمحمد. إذا محمد مات وله ابن وبنت فمال الرقيق يكون للابن دون البنت، لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. واضح يا شيخ أحمد؟ يعني مثلا أنت اشتريت رقيق واعتقته واتخذ هذا الرقيق مالا، اشترى سيارة ومزرعة وعقار وبعدين مات وما عنده ورثة، لمن يكون المال؟ يكون للمعتق. لو قلنا إن المعتق مات، لمن يكون مال الرقيق؟ يكون للذكور من ورثته، للذين يرثون، يعني لعصبته، يعني العصبة بالنفس وليس العصبة بالغير ولا مع الغير، وإنما العصبة بالنفس. أما الولاء فلا يرثنا، أما النساء فلا يرثنا بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. واضح الصورة شيخ بكاي؟ مرة أخرى لأجل أن نقرأ ما ذكره المؤلف، نقول أيها الأحباب بأن الشيخ عبد الله اشترى رقيق وأعتقه، وهذا الرقيق اشترى مزرعة واشترى عقار وكان عنده مبالغ من المال ثم مات، لمن يكون المال؟ للشيخ عبد الله، لأنه معتق. الولاء لمن أعتق، الولاء هو المال للذي تركه الرقيق، إنما الولاء لمن أعتق. طيب إذا كان المعتق قد مات ما نقول لورثة المعتق، وإنما للبنين فقط، لأبنائه. أما النساء فلا، لو أن مثلا الشيخ عبد الله عنده ولد وبنت، فنقول الذي يرث هذا المعتق أو هذا الرقيق الذي تم عتقه هو الابن دون البنت، كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. إذا مات المعتق ولم يخلف وارثا من نسبه. إذا مات المعتق وما خلف ورثة لنفسه، ما خلف ابن، ما خلف بنت، أو خلف ابن وبنت لكنهم أرقى، وفيهم يعني إذا كانوا أرقى فيهم مانع من موانع الإرث، ومر بنا ويمنع الشخص من الميراث. شيخ أحمد، واحدة من عيلين ثلاث، رق الرقيق لا يرث، وجوده كعدمه إذا كان عنده أولاد بنين أو بنات، فلا يرثون إذا كانوا أرقى، وإنما يكون ماله لمعتقه بالولاء، لأن الولاء سبب من أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. وولاء، ما هو الولاء؟ نقول عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. نعم.
إذا مات، إذا مات المعتق ولم يخلف وارثا من نسبه، ورثه مولاه، ورثه مولاه يعني الذي أعتقه. نعم. وإن خلف ذا فرض فللمولى ما فضل عنه، لما روى خلف ذا فرض يعني خلف زوجه، الزوجة نقول نعطيها الربع والباقي لمن اعتقه، خلف جدة، الجدة لها السدس والباقي لمن اعتقه، خلف أما الأم لها نقول الثلث والباقي لمن اعتقه. نعم. لما روى عبد الله بن شداد قال اعتقت ابنة حمزة مولى لها، حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، مولى لها. نعم. فمات وترك ابنته وابنة حمزة، فترك ابنته يعني الرجل مات بنته وبنت حمزة. نعم. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف، والربي عليه الصلاة والسلام ورث بنت حمزة لأنها هي المعتقة، هي المعتقة، فما دامت هي المعتقة فإنها ترث، لأن عندنا قاعدة النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا، لكن لو كان أبوها اللي يعتقه هي لا ترث. نعم. رواه النسائي وابن ماجه. ولا يرث المولى مع عصبة من النسب. نعم. لأنه المولى المعتق ما يرث مع وجود الابن، ولا يرث مع وجود العم، ولا يرث مع وجود ابن الابن، ولا يرث مع وجود ابن العم. إذا عندنا أحد من النسب فالمولى يعني المعتق ليس له ميراث، لأن عندنا الدرجات، قلنا بنوة وأبوة وجدودة وأخوة وبنوهم وعمومة وولاء، الولاء آخر شيء. نعم. ولا لأنه فرع على النسب فلا يرث مع وجوده. نعم. وإن مات العبد بعد موت مولاه ورثه أقرب عصبة مولاه، أقرب العصبة يعني من الذكور دون الإناث. نعم. دون ذوي الفروض، لأن الولاء كالنسب. الولاء كالنسب. ما هو الولاء يا شيخ عثمان؟ قلنا الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق شيخ أحمد، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. نعم. والنسب إلى العصبات، ولأنه كنسب المولى من أخ أو عم، فيرثه ابن المولى دون ابنته كما يرث عمه. ابن المولى دون بناته، بنات المولى لا يرثنا. نعم. ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبات، لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المولى أخ في الدين وولي نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق، ولأن عصبات الميت يرث منهم الأقرب فالأقرب، فكذلك عصبات المولى. ولا يرث النساء من الولاء، ولا قاعدة عندنا، ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا، يعني امرأة أعتقت وهذا المعتق اشترى الرقيق وأعتقه ثم مات الأول والثاني، فالمرأة ترث لأنها معتقة معتق، لأنها معتقة معتق. نعم. إلا ما أعتق أو أعتق من أعتقن. وعن أبي عبد الله رواية أخرى في ببنت المعتق خاصة أنها ترث، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنت حمزة، ونقول الصحيح إن بنت حمزة هي المعتقة، هي المعتقة وليست ابنة معتق. نعم. أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة، والصحيح أنها لا ترث،
وأنها هي المعتقة للمولى كما روى عبد الله بن شداد فيما تقدم. ولا يرث منه إلا ذو ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن وابنه لأنهما عصبة، فيقسم بينهما كما يقسم مال المعتق بينهما. فإن اجتمع الجد والإخوة والأخ أو الإخوة قسم بينهما كما يقسم ميراث المعتق، ولا يعتد بالأخوات لأنهن ما يرثن، لأنهن لا يرثن منفردات، ويقدم الأخ للأبوين على الأخ للأب، ويعاد الأخ للأبوين الجد بالأخ للأب. شيخ علي، وش معنى يا بني ويعاد؟ اقرأ العبارة دي واشرحها لي. ويعاد، نعم اقرأ العبارة واشرحها غير واضح. بالإشارة جوابه سديد جدا. أعد يا بني. يعني الإخوة للأب، يعني عندنا جد وإخوة، الجد والإخوة لهم باب من أبواب الفرائض، ونخير الجد بين المسائل التي مرت بنا. فالإخوة بعضهم أشقة وبعضهم لأب، الإخوة لأم لا ما لهم علاقة، الإخوة من يعني من الأم ليس لهم علاقة، الإخوة الأشقة يأتون بالإخوة من الأب ويقولون هؤلاء إخوتنا، ويعدونهم على من يا بني؟ على من؟ مع الجد، يعدونهم على الجد، يقول هؤلاء إخوتنا ولازم نفرض لهم مثلا حقهم. فإذا أعطوا يعني عدوهم أعطوا الجد ما يستحق، ثم يرجعون إلى الإخوة من الأب فيأخذون ما معهم ويقولون نحن نحجبكم فليس لكم معنا شيء. أحسنت يا شيخ علي، جواب سديد. نعم. ويعاد الأخ للأبوين الجد بالأخ للأب لأنه يرث منفردا، ثم الأقرب فالأقرب. فإذا انقرض عصبات المولى من النسب فلمولاه إن كان ذا مولى، ثم لأقرب عصباته. ولو اشترى رجل وأخته أباهما نعم، أو الرجل وأخته هو اسمه أو أخاهما هو اسمه محمد وأخته فاطمة، وجدوا أباهم يباع واشتروه ثم أعتقوه، يرثون بالنسب وهم الذين أعتقوه، كيف التعامل معهم؟ نعم. ولو اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما فعتق عليهما، ثم اشترى عبدا فأعتقه، ثم مات أبوهما أو أخوهما ثم مات عتيقه، فميراثه للرجل دون أخته، دون أخته، لأنه يرثه بنسبه من معتقه. ولا ترث النساء من الولاء ما مر بنا إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. فصل. وإذا مات رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى، فالميراث لابن المولى لأن الولاء للكبر، ومعناه أنه يرث به أقرب الناس إلى سيده يوم موت العبد، وذلك لأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث، وإنما يورث به مع بقائه للمولى، فيجب أن يكون للكبر لأنه أقرب. ولو مات المعتق وخلف ابنين ومولى، فمات أحدهما وخلف ابنا، ومات الآخر وخلف تسعة نعم، ثم مات المولى، كان الولاء بينهم على عددهم. ما نقول هذا الكبير خلف واحد نعطيه النصف، والصغير خلف عشرة نعطيه النصف الثاني، لا، نجمع الأبناء كلهم ونعطيهم سواء. نعم. لكل واحد منهم عشرة لما ذكرنا. فصل في جر الولاء. إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها،
فولاء الولد لمولى أمه، لأن الحرية حصلت له بإعتاق الأم والإنعام عليها. فإن أعتق سيد العبد عبده أنجز ولاء الولد عن مولى الأم إلى مولى العبد، لما روي عن الزبير أنه رأى بخيبر فتية لعسى فأعجبه ظرفهم وجمالهم. نعم. فسأل عنهم فقيل له موالي لرافع بن خديج، موالي وهو من الصحابة رافع بن خديج. نعم. موالي لرافع بن خديج، وأبوهم مملوك لآل الحرقة. فاجترى الزبير أباهم فأعتقه، وقال لأولاده انتسبوا إلي، انتسبوا لي فإن ولاءكم لي. قال رافع بن خديج الولاء لي لأنهم عتقوا بعتق أمهم، فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير، فأجمعت الصحابة عليه. ولأن الولاء فرع النسب، والنسب معتبر بالأب، وإنما ثبت لمولى الأم لعدم الولاء من جهة الأب، فإذا ثبت الولاء على الأب عاد الولاء إلى موضعه كولد الملاعنة. كولد الملاعنة، يعني المرأة إذا لاعنها زوجها، ومر بنا أحكام الملاعنة. نعم. إذا اعترف به الزوج وإن أعتق الجد لم ينجز الولاء، وعنه ينجز ينجر، وعنه ينجر ينجض. والأول المذهب، لأن الأصل بقاء الولاية، بقاء الولاء لمن ثبت له، وإنما خولف هذا الأصل في الأب لإجماع الصحابة عليه، فيبقى في من عداه على الأصل. فصل. وإن تزوج عبد أمة فأولدها فأعتقها سيدها وولدها ثبت له الولاء عليهم، فإن عتق الأب بعد ذلك لم ينجز الولاء، لأن الولاء ثبت على الولد بالمباشرة، فكان المنعم عليه بالمباشرة أولى من المنعم على أبيه. وإن تزوج حر الأصل بمولاه، أو تزوج عبد أو مولى بحرة الأصل، فلا ولاء على ولدهم بحال، وإنما وإن تزوج مولا بمولاه فولاء ولدهما لسيد الأب، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، ثم ابتداء الحرية في الأب يسقط استدامة الولاء لمولى الأم، فلأن يمنع ابتداء الولاء له أولى. فصل. إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها ولدا فاشترى الولد أباه ثبت له ولاؤه وولاء أولاده، ويبقى ولاء المعتق لمولى أمه، لأنه لا يمكن أن يجر ولاء نفسه لاستحالة ثبوت ولاء الإنسان على نفسه، كما يستحيل أن يكون أبا نفسه وإن لم يشتري أباه، لكن اشترى عبدا فأعتقه، ثم اشترى هذا العبد أبا سيده فأعتقه، فإنه ينجر إليه ولاء سيده، ويصير كل واحد منهما مولى صاحبه من فوق ومن أسفل، ويصير هذا كحربي أعتق عبدا فأسلم وأسر سيده ثم أعتقه. نعم. فصل. ولو تزوج عبد معتقة فأولدها بنتين فاشتريا أباهما عتق عليهما ولهما عليه الولاء، وتجر كل واحدة منهما إلى نفسها نصف ولاء أختها لإعتاقها نصف الأب، ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها، فإن مات الأب فماله لهما ثلثاه بالبنوة وباقيه بالولاء، فإن ماتت إحداهما بعده فلأختها نصف مالها بالنسب ونصف الباقي بكونها مولاة نصفها، ويبقى الربع لمولى أمها، وإن ماتت إحداهما قبل الأب فمالها لأبيها بالنسب، فإن مات الأب بعدها
فللباقية نصف ميراث أبيها بالنسب ونصف الباقي بالولاء، يبقى الربع لموالي الميتة وهم أختها وموالي أمها، لأخيها نصفه وهو الثمن، صار لها سبعة أثمان المال، ولموالي أم الميتة الثمن. فإذا ماتت هذه بعدهما فنصف مالها لموالي أمها بالولاء، ونصفه لموالي أختها الميتة وهم أختها وموالي أمها، فيكون الربع لموالي أمها، والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة. فهذا الجزء دائر، لأنه خرج من هذه وعاد إليها. فقال القاضي: يجعل في بيت المال، لأنه لا مستحق له. وإن مات الأب بعد موتهما فلموالي أمهما ثلاثة أرباع ماله، وربع دائر يرجع إلى بيت المال. وذكر أبو عبد الله الرقي أن قياس قول أحمد أن هذا السهم يرد إلى موالي الأم، فعلى هذا أن يكون جميع الميراث لموالي الأم. ونقول: هذه مسائل يحسن أن يعرفها طالب العلم، وإلا فهي غير موجودة في الواقع، لأنه ليس لدينا ولا عتق، وإنما الدولة وفقها الله أعتقت جميع الأرقاء وجعلتهم أحرارا. يقول السائل الكريم: يقول: كنت في الإحرام ووجدت مبلغ في الشارع لم أعد أو كذا، ما هو هذا المبلغ؟ إلى هل هذا لي؟ نقول: إذا عرفت صاحبه وإلا فتصدق به، والأولى أنك تركته، الأولى أن تكون أنك قد تركته في مكانه، لكن مدام أخذته إذا كان تعرف أحد أو حوله ناس يعرفون من يرتادهم ويقول ضاع لي كذا، وإلا فتصدق به عن صاحبه. يقول السائل: ما معنى منيحة العنز؟ يذكر بعض في الحديث منيحة العنز، وش معناها شيخ عثمان؟ وش معناها يا أبو منيحة العنز؟ منيحة العنز، يقول: مر بنا حديث فيه منيحة العنز، وش معناها شيخ عبد الله؟ منيحة العنز، العنز الغنم يعني. شيخ علي، الشيخ علي لها وأكثر، يعني عند الملمات والمشكلات الشيخ علي هو يعني المقدم. نعم يا بني، منيحة العنز يعني واحد عنده أغنام، نقول عنده 30 40 50 أكثر أقل، وعنده جار ما عنده غنم، يا اللي صاحب الأغنام يأتي بواحدة من الأغنام ويعطيها جاره، يقول: خلى عندك وقت الحليب، احلبها واشرب لبنها وأطعم أولادك، وإذا انتهى الحليب رجعها لي. يعني ما أعطاه الشاة أو أعطاه الغنمة تبقى له دائما، وإنما يستمنحها ما دام فيها حليب ثم يرجعها إلى صاحبها. يقول: في واحد من الأحباب أوصاني، قال: إذا وصلت المدينة ووقفت عند قبر الرسول سلم لي عليه، هل أعمل أو لا؟ نقول: الوارد في السلام أن تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا رافع راية الإسلام، السلام عليك يا عمر الفاروق إلى آخره. لكن ما ورد فلان يسلم عليك وفلان يسلم عليك، ما ورد، فتدعو ثم تنصرف. يقول: إذا كانت المرأة مع زوجها وهي صحيحة ورمى زوجها عنها الجمرات، هل هذا صحيح؟ نقول: نعم، لأن الزوجة يصعب عليها المزاحمة، يصعب عليها مزاحمة الناس، وقد ينالها ما ينالها من عناء أو تعب. أحد الإخوان سأل قبل يومين، قال: زوجتي كانت حامل ونتيجة الزحام أسقطت، مع أنها شابة يقول، فأسقطت الحمل. فنقول: إن النساء والأطفال يرمى عنهم خشية عليهم
من الزحام وأن ينالهم من التعب والعناء ما يؤثر عليهم. يقول في شخص أخذ من الدولة أكثر من مرتب، يقول إذا كانت الدولة على علم وأجازته بذلك فلا حرج، كأن يقال إنه مدرس في المدرسة الفلانية وفي نفس الوقت مؤذن في مسجد، كأن يقال بأنه مدرس وفي نفس الوقت إمام، كأن يقال بأنه مثلا مدرس وفي نفس الوقت يعمل عمل ظاهر وأجازته الدولة على ذلك فلا مانع ولو أخذ مجموعة منه. أما إذا كان مرتبط بهذا العمل ومرتبط بعمل آخر والدولة لا تعلم ذلك فهذا لا يجوز. هذا سائل نسأل الشيخ بكاي، يقول توفي رجل عن زوجتين وأخت لأب، كيف نقسم؟ نقول يمكن ما عنده أولاد، عنده زوجتين وعنده أخت من الأب، ولا عنده أم ولا أب، زوجتين وأخت من الأب، وش نقول يا شيخ؟ نعم المسألة من أربعة، أحسنت، الزوجتان لهما الرباع، والأخت من الأب لها النصف، لا لها النصف، والباقي لأقرب رجل ذكر، أو نعطيه الأخت ردا، الأخت لها النصف، فإن وجد غيرها عاصب ابن 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 عم فله، يعني الزوجة له واحد والأخت لها اثنين والباقي للعاصب، وإن لم يوجد أخذته الأخت فرضا وردا. يسأل الأخ الفاضل عن التمر مال المدينة، نقول ورد بأن العجوة تكون علاجا للإنسان ينفع الله بها إذا أكلها ودعا الله عز وجل فإن الله يحقق له مطلبه. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.